إذن هذه الدواء 14 تحتوي على السامية ديال صاحب جلالة التدشين وافتتاح من طرف صاحب السمو الملكي ولي العهد مولاي الحسن، هو تشريف العالم القروي، التشريف كذلك يعني الفلاحة بأكملها، حضور قوي ديال واحد العدد ديال يعني المنتجين. الحمد لله كاين رواق ديال المنتجات الفلاحيه اللي فيها 300 كوبيراتيف اللي كتعرض يعني المنتوجات ديالها، كذلك يعني فيما يخص البيطاي يعني كاين واحد العرض اللي هو كثيف، وكتشوفوا بانه جميع المنتوجات تقريبا هي مزداده في المغرب، وشفنا الحمد لله الحموله ديالها والامكانيات ديالها. هذا الصالون فيه 1500 عريض، كيمكن ان شاء الله باش يكون واحد اللقاء بين الشباب الفلاحه وبين الناس اللي كيهتموا بالفلاحه، الفلاحين ولا اللي بغاو يدخلوا الفلاحه في المستقبل، باش تكون اشنو هي الامكانيات ديال الاستثمارات اللي كاينه، شنو هي الاعانات اللي كاينه، اشنو هي التمويلات اللي كاينه، كيفاش يمكن يواكبوا المخطط يعني المغرب الاخضر. وكذلك الى مشينا للرواق ديال وزارة الفلاحة غادي تشوفوا كذلك الأرقام اللي كتعطي ديال التقييم ديال العرض ديال مخطط المغرب الأخضر هاد العشرة السنوات، اللي هو كان عرض بارز ومهم وبدل الوجه ديال 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 الفلاحة في بلدنا. وكنتمناو أنه الحضور اللي غادي يكون إن شاء الله يكون حضور كثيف باش الكل يقتسم يعني هذه التجربة، وبالخصوص الإمكانية ديال بداية إن شاء الله ديال التجربة الجديدة من بعد إن شاء الله. هو سويسرا يعني شريك استراتيجي، عنده واحد التجربة كبيرة في يعني فيما يخص هذا الشيء ديال ريسيرش ديفلوبمون، وكذلك عنده تجربة كبيرة في المنتوجات المحلية اللي هما معروفين بها، والحضور ديالهم كيبين انه كيعطيو واحد القيمه يعني لهذا المعرض، كيعطيو قيمه للفلاحه المغربيه، وحتى هما جاو باش يبينوا المنتوجات ديالهم والشركات ديالهم العالميه اللي موجوده في هذا القطاع ديال الصناعه الغذائيه. والسي الوزير مشى متاح انه فرحان بهذا العرض ديالو اللي قدموه هنا داخل الصالون، وفرحان كذلك كما ان بحقيقه باقي الوزراء كلهم انه الكل يعني كيقول بانه العرض ديالنا هنا في ديال الفلاحه يعني هو عرض عالمي افريقي، صالون كبير يعني في مستوى ديال اللي كيتمناه المغاربه، وعنده تموقع افريقي. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.